السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا اخوان، اليوم نفتح الحمام، بس قبل ما نفتح الحمام بدنا نذكر الله ونصلي على النبي، لا اله الا الله وعليه افضل الصلاة والسلام. بس بدنا نشيل هذا يا اخوان، مغلبني شوي. نفتح علينا هذول، يطقطقنا شوي، بعدين بنفتح الكبار عشان الفراخ نشيطات، وهذول لسه منلين فيهن ومندعك فيهن. تعي 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 تعي، خايفة تطلع. هسه نجيب لنا شوية ذرة ونطلعهن. طبعا في عنا الفرخ هذا تعب وعازلينه، هون قاعد بعطيه دواء ان شاء الله يصحصح. طبعا السنة ماليش حظ بالاشكال الحمر من مرة، والفراخ التعبانات هذول ما شاء الله عليهن بلشن يصحصحن ويرجعن شركة. طبعا ما شاء الله عليهن، طبعا لسه مش مطعميهن، هسه بنطعميهن. هذيك خايفة تطلع، لسه مش مجهزينها. هاي تعي 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 تعي، خل رجعه جوا لانه هذا لسه مش جارد. رمته ثقيل يا خال، مفسد عندي، رمته ثقيل ومدشره ما شاء الله عليه، قاوم المرض وكل شيء، ما صارش فيه اي اشي. خليها بس هيك تمشي لها شوي على السطح، وهسه بنطيرها. طبعا يا اخوان التفاعل عندي من مرة الصراحة، من مرة اذا بضل الوضع زي هيك يعني راح اوقف تصوير. شوف كيف مجانين ما شاء الله. خليني نطير لي شوي يخفف النشاط، عشان يوم اكشن مع الكبار بهلكن الكبار، والكبار تعرفين الهن 5 6 شهور مش طيارات. فاللهم صل على سيدنا محمد، ما بلقنش مع هذول، بلقنش من مره يعني 12 13 فرخ اللي صفن. الحمد لله نعمه، طبعا الحمد لله بعت انا كثير منها، وبالبداية بعت كمان، يعني مش زي شغل العام. العام لا، كنا ما نبيعش وكنا شو نخلفها كلها عنا. الحمد لله. وين العلم؟ خنوقف العلم ونرجع لكم يا اخوان. اليوم الهواء غربي، اللي بجوز 3 4 ايام الهواء شرقي، صلاه النبي عليها شديده. خليها مش راح تمشي يعني، عشان مشيت قبل كم يوم في ناس شباب محترمين استلموها هانوها، كانت اول مره بتخلط، يعني هاي فراخ صغار فيش فيها غير كم واحد كبار، اول مره بتخلط والهواء شرقي، وكانوا ظلوا يضغطوا لها ويشروا لها يعني انا مش تعود اصفر لها يا اخوان، هاي مش تعود اصفر لها، ما بالك اني اصير اراجع لها واخبط لها. وزي هيك كانت اول خلطه واخر خلطه. الحمد لله ما انضربش منها ولا طير، يعني عن بعد 1 2 كيلو مني، لا انا شايفها ولا هي شايفتني، كانت خالطة. وصلني حكي انهم باقيين يخبطوا، واحد من فوق واحد من تحت، مفجرين الفراخ تفجير. ومش مشكلة، عادي عادي واقل من عادي. طبعا ما شاء الله عليها بتلعب على الصفرة وبتنتش امورها تمام التمام، لكن عشاني بخليها على راحتها انا صايرة تطلع على العالي، يعني مطيارها بتطلع على العالي، وخليها تطلع على العالي مفيش اي مشكلة. شوف صلاة النبي، في صقيري خلط فيها، صقيريات مش صقيري، فيه هاي واحد فوقي واحد، ان شاء الله منجبه. طبعا عامل زوم انا هيك نص زوم، خلي يا اخوان لما اجي افتح على الكبار ان شاء الله بصور لكم. طبعا السما ملانه بواشق، هاي صقيريات، خليها تخفف نشاطها عشان الفحول، انتوا عارفين لسه ناقصها عصافير وناقصها وجه ومشحمة، يعني إلها فترة كبيرة مش طايرة، يعني إلي أكم يوم
اللهم صل على سيدنا محمد. إيه 3 أيام ما بطعميها على راسها نص بطن عشان تفك شحامها وتصير تجاوب معي على التعي وكذا. يعني في كم واحد نشيلهن، مش طيور حمام، مش طيور حمام، من نشيلهن ولما توطى هاي إن شاء الله بنفتحها. أباك أنا مش متعود إني أكسر فيها، إنه هي طايرة أطلع لها إشي تحط، لا أنا بس تحط بطلع الكبار. شو هذا اللي ركب فيها أو طلع منها وركب؟ مش عارف. أوف 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 أوف، فرطهن فرط الباشقة، الله يستر. إيه تهاوشن. شايفين كيف بتهاوشن؟ هذول بلحقن فيه وهذا بفل منهن وبضرب فيهن. لف من هاي ولا، والله لو هاي ولا يا اخوان، الله يستر. هاي الصقيري، هاي الباشق، الباشق هو نفسه الصقيري من الفراخ. وين بالنجمة صار الزوم على خير. بعدين ترى بحال قرص الحوالي يا اخوان، هيو جنبن هو. يلا مليح، كان ينبطلوا واحد هسه امورنا بترجع شركة. هيا وطيت وطيت خلاص زهقت. نرجع لكم يا اخوان لما نطلعهن. طبعا يا شباب بدنا دعم، بدنا دعم باللايك، بس غير اللايك بدناش، بس عشان يطلع الفيديو ويرجع التفاعل زي قبل، قبل ما اقطع تصوير. طبعا في طير هناك فاسد، هو بلدي وكشميري، والله هم باين معي. طبعا نسيت اقولكم، لحمت الاب لحمته من الجهتين، هيك الحام احسن وانظف، مش كل ما نضرب طير يروح ينقطع ينكسر، هيك افضل. فراخ بدريش والله يا اخوان وين صارت، هي مشيت هي ما مشيتش والله ما بعرف للامانه. وهذا الطير هسه انتبهت عليه فاسد جنبي، يعني لو طلع الكبار احتمال يجي. بس الفراخ وين صارت والله يا اخوان ماني شايفها، هي مشيت هي بتشاوط بعيد عني شوي، مش عارف مش شايفها. يا سيدي العزيز، هاي في طير، شو ها شكله بلدي، صفراخي بعرف شو وين صارت. الله اعلم انها مشيت، الله اعلم انها مشيت. طبعا ما يا دوب تبين، انا يوم اطفي التلفون بشوفها يا دوب خيالات. هيا هون بالمنطقة هاي، مش عارف اذا مبيني عليكم ولا لا. هذا فز، شو هذا كشميري، تعي 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 كشميري، شو هذا؟ انا اشيل العلم واجيب فيه حط، والله بدي احط احط، شكله حبس لي هذا وابصر شو. تعي تعي تعي، اقولي لي ها مش خابر عندي اللون ها. تعي تعي، نفتح الكبار. تع 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 تع، مش كل شي بتطلع. هي جا 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 جا، تعي 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 تعي، شد هذيك الفراخ ماشي. خلاص خلنا نفتح على الكل، هون طبعا بيطيرين كلهم ما عدا المسود. ها هاي اجت، اجت الفراخ، اجت 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 وخلطت بالكشميرة اتوقع. لا شو هذول الخمسة، شو هذا؟ ايه
ايش بلديات هذول انواع والله يا اخوان. داعي خلط خلط خمسة مش بلديات. هاي نلفن تعالين تعي 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 فيهن مزهور اسود. هاي النوري بطقطق والله. نوري احمر. منين جيات هذول؟ جات من جوا. بس الكشميري وين راح الكشميري؟ هالبوز مستر حمام طير زق رجع مفاتن. شكلنا هذول ايامن. فين مزهور اسود. هاي ما شاء الله الفحول. بكشن اللي بده يطير يطير، بدوش يطير خليه. هاي شايفين فسد البوز. ها مش طير حمام. طبعا كشيت الكل. هذا كمان المغبر مش طير حمام. تع 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 تعال تروش تفسد ولك تعال. انا بقعد اجيب من هذول بس نسيتن يوم شفت الكشميري وهذول نسيتن. طبعا باعتبار الحمام كلها جاهزة وزي ما انت شايفين منلين فيها. وهذول الاثنين كمان بدهن دعك. تعي 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 تع. هذا البلجيكي وهذا النغل ترى ملا صماي. هذا اللي ابصر كيف شكله حلو والله بالجو. هاي داعي اللي بتعب وحط. هذا مشتر حمام فزن البلجيكي. وهذا ميتن جوع موتن موت جوع. داعي داعي داعي. شايفين حلو هذا بالجو. زرزور احمر. ايوه شو اللي فقعها. شد شد يا ما شاء الله عليها. هذا اليوم الثاني الها يعني هيك بطلعها هواي بس زي ما انتم شايفين. داعي داعي يا حمام. هو اليوم افزش. في حمام لا بسم الله ما شاء الله فز من اول يوم. تعي تعي تعي. اليوم الجمعة قلنا خلنا نكسبها شو نطلعها بكير العصريات. شو هذا؟ المغبر هذا اللي جانا هدية من ابو علي. وش طير حمام. هاي الكشمير الزرزور ما شاء الله عليه. خلبني اول يوم فسد بعدين عادي امور الشركة رجعت. شنو خشن شوي. تعي 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 تحط. شو نديرك يعني خلاص نفتح ليش موعد. هاي حطي 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 بعده بعده الحكي مطول. هاي ما شاء الله كمان طحن حمام اللي اخذناه من محمد نغل بذنب بيضة. هاي طاير معاه. تعي تعي تعي. شوف ايش هل تمسكي برمة اللي ست شهور بارك. هاي رين ست حمام الخمس حمامات. هاي رجع رجع هاي رجع. مين هذول؟ فيهن بوز وفيهن نوري فيهن طير اسود. احتمال يخلطن احتمال.
اذا خلط في منهن صيد يعني اكيد راح نضرب منهن، بس ليش نشد على الحمام عشانها انتو عارفين مبركة وش مهرزة، مش مهرزة لسه، لسه الايام جاي والصيد جاي راح تزهقوا ان شاء الله. ايش اسمه صيد ان شاء الله، ان شاء الله عليها نشيطة. هذاك بشامط انا اتوقع هذول يامن، لانهم بروح على القرية وبرجعن، مش طب مش حمام ماشي هاي، وهاي البلدي باقي جاي ياكل عنا. هاي الفلت بتاع محمد، تعي تعي تعب، بده بده دعك. بعدين نسله لساته، هذا ما رمى الطير سحبته تسحيل. تعي تعي، ميت من الجوع الحمام. تعي تعي تعي، محط واحد شو بتعود من هو صغر على الكبر بتعود يعني، خلص لو انك تبركهن وابصر شو وحطنش طير طير، لا بحط حطه واحده، حطه عدله. بسم الله ما شاء الله عليها. تعي 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 تعي، هيك اول يومين ثلاث يعني، بس من الارض للرفص، من الارض للرفص. الحمام بده 15 يوم لما يفك شحامه، 10 ايام 15 يوم، وهو يوم عن يوم تحسن شايفين تنزل يعني، يا دوب طارت 5 دقائق يعني 7 دقائق، قلت كيف نزل نلاهتن. تعي تعي، هذا من اندزو الزردور، شو رايكم يا اخوان؟ اعطونا رايكم فيه. هذا غليها رجله صاحبه ورد رجعنا. في له ابن عندنا كمان، ابنه مضاي كمان. وين ابنه؟ ابنه فوق هي. تعي 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 تعي. هاك شميري وين راح العرس؟ حلو والله، بين مخلف صغير بعد. شفتوا كيف طقطق بده يحط لحاله. بس رجع شد. طبعا يا اخوان طلعنا النوري المقرفل نشوف اذا طير حمام ولا لا. في حطن اثنين عندي بلديات، واحد ازرق وواحد مبرقش. وين راح المبرقش؟ تنزل على الارض. تعي تعي، طلعت الهومر هاي الطيرة، طلعت بس فتحت الباب طلعت. شريد البلدي وين قاعد؟ على ماسورة العب البراوي. في واحد ثاني وينه؟ فرل بجوز. لا هي ازرق، واحد كمان، في واحد ابيض وازرق. راح على سروال هذا البلدي، ايه بضرب كمان. هاي طبعا التلفون هذا والله يا اخوان شنو، مش زي ما بدكم على التصوير، توني شفته. بسم الله، هيك ابيض وازرق. هيو 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 زغلول. في ثلاثة يعني، لو بدنا نصيده بنصيده، بس بدناش. هذا يا اخي مش عاجبني حركته، مستضعف. انكشن شو يا نوري، طير حمام ولا لا؟ شكله لا، بس هاي النواعم تنجلد عادي، خافش عليها. عفز والله النواري، اقعد ولا كذا اقعد. هاي لف نص لفة، شو رايكم فيه؟ طبعا البلدي مفزش، اللي بده اياه يفز. شو هذا الطير؟ شو قصة الحمام اليوم؟ مليان ملي الحمام، صاب بلد مبين. هاي البلد الثاني راح، والابيض والاسود راح، الازرق
انسى حمام الدنيا يا اخوان. تعي 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 تعي، بلاش نطول عليكم بالفيديو هذا، بس عشان نقولكم انه بلشنا ابداعك القوي او الحمام المبركه.